يتحدثون عن أن البحر الأسود هو المدخل بالنسبة لكل من أوكرانيا وروسيا للبحر الأبيض المتوسط، وأن تركيا هي من تتحكم في البحر الأسود. كيف ترى هذه الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لتركيا؟ نعم، يعني من يقرأ التاريخ يعلم أن الخلافة العثمانية وأن السلطان العثماني كان يشار إليه بأنه ملك البحور، يعني كان يسيطر على كل هذه البحار. ولذلك يعني بعد الحرب العالمية الثانية التي يعني هزمت فيها الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية، تم اقتطاع العديد من الجزر والأراضي التي كانت تابعة للخلافة العثمانية لتقليل النفوذ التركي، ولكن هذا لم ينفي أن تركيا تسيطر على المنطقة بلا ريب. نعم.